للمشاهدين للوقوف أكثر حول الأوضاع في غزة، تنضم إلينا مراسل التلفزيون دولة الكويت سعاد الإمام. سعاد، أهلا ومرحبا بك. أعداد الشهداء في ارتفاع في غزة المنكوبة، كذلك في الضفة، وتبدو الصورة اليوم وسط تلك الآلام مؤلمة جدا، فأخبرينا أيضا في ظل، لا أريد أن أقول سوء الأحوال الجوية، ولكن بتغير المناخ لديكم، شديدة البرودة، الحياة صعبة والظروف أصعب، فما هي الظروف لديك اليوم؟ تفضلي. بالفعل زميلة سهى، قصف وبرد ومطر ومأساة متفاقمة للفلسطينيين، خاصة وأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته بشكل عنيف جدا على مناطق قطاع غزة. قبل دقائق قليلة كان هناك استهداف لمركز للإيواء، وهو عبارة عن مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة الدرج شرقي مدينة غزة. هذا الاستهداف من هذه الطائرات أدى إلى وقوع عدد من الشهداء ومن الإصابات في هذا المركز، الذين توجهوا إليه الفلسطينيون النازحون الجدد قسريا ربما للاحتماء. يختاروا هذه المدرسة التابعة للوكالة الأممية لعلها أن تكون لهم نقطة أمان، لكن للأسف الطائرات الإسرائيلية تقصف كل المناطق وكل الأماكن، وبشهادات دولية وأممية وحتى المؤسسات الدولية العاملة هنا في قطاع غزة تؤكد أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع. فيما واصلت هذه الطائرات غاراتها على مدينة خان يونس ودير البلح ومخيم جباليا ومدينة رفح جنوبا والمغازي، جولات من القصف العنيف تشهدها هذه المدن، أحزمة نارية ينفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مختلف المناطق لتخلف المزيد من الشهداء والجرحى. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت قبل قليل عن مشكلة أخرى، وهي نفاذ تطعيمات الأطفال بالكامل، مما سيكون له انعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض، وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة. كما أكدت عن رصد حالات إصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي وانتشار غير مسبوق لأمراض الالتهابات الجلدية في مراكز الإيواء، مراكز النازحين التي تحوي بداخلها عشرات الآلاف. قبل مركز الإيواء يوجد بداخله 10,000 نازح وسط ضياع وغياب مقومات الصحة العامة ومقومات الحياة الأساسية. انهيار الوضع الصحي في القطاع يعاقب عمل الكوادر الطبية من أجل تقديم الخدمات لهذه الألوف المؤلفة. ناهيك الأوضاع داخل المستشفيات الفلسطينية، مستشفيات قطاع شمال ومدينة غزة هي خارج الخدمة، بقيت مستشفيات جنوبي القطاع 4 مستشفيات تقدم الخدمة لآلاف الجرحى. لدينا أكثر من 50,000 جريح يعانون، المستشفيات مكتظة بهذه الأعداد الكبيرة، المريض العادي لا يجد له سريرا ولا مكانا ولا علاجا ولا دواء. الأوضاع كارثية في ظل هذه الحملات العسكرية المنفذة برا وجوا وبحرا، الزوارق الحربية لم تتوقف لا في ساعات الليل ولا في النهار، وهي تطلق العنان لقذائفها صوب المناطق المحاذية للساحل، وأيضا الدبابات المتوغلة تحاول الدخول بشكل أكبر وأعمق تحديدا في مدينة خان يونس وفي عدة محاور من شمالي قطاع غزة. نعم. كل ذلك يتزامن. سعاد، الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا بالأمس يطالب بوقف إطلاق النار. برأي المراقبين من حولك، هل ممكن أن نحيي ويحيى هذا القرار الأمل؟ نعم، الأمل لا زال حيا لدى الفلسطينيين، خاصة وأن هناك حديث عن عدة حديث حول مفاوضات من أجل مقترحات لجدل لوقف إطلاق النار ووقف العدوان على القطاع وإبرام صفقات جديدة. أيضا هذا القرار أعطى مزيد من الأمل للفلسطينيين، ولكن الجميع يطالب بضرورة الضغط الدولي للوصول إلى هذه النقطة، وهي إعلان وقف إطلاق النار
وعودة آلاف النازحين المتكدسين الموجودين في جنوبي القطاع إلى منازلهم حتى وإن كانت مدمرة في مدينة غزة وشمالها. نعم سعاد الإمام مراسل التلفزيون دولة الكويت، كل الشكر لك، شكرا لك سعاد.